شيخنا، شنو رأيك عن حضور الشيعة في المظاهرة الليلة ضد إسرائيل وتشجيعا لحماس وفلسطين؟ يعني أولا يعني نحن لا شك أولا نتعاطف مع المأساة الإنسانية يعني في غزة، يعني بالنسبة للنساء للأطفال للأبرياء، لكن لا نؤيد الخروج في مثل هكذا مظاهرات اللي تفهم على أنه نوع من التأييد المطلق للحركة الإرهابية الناصبية المسماة بحماس. هذه الحركة التي تحكم غزة الآن لدينا عليها ملاحظات شرعية كثيرة. هسه دع عنك أنها حركة بكرية بالأصل، وهذا يستدعي ألا يعني نقف معها بأي حال من الأحوال، وإنما أن نكتفي بالقول اللهم أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا فيما بينهم سالمين. لكن الحركة ناصبية عن حق، يعني خطباؤها مشايخها تجدهم يترحمون حتى على يزيد بن معاوية. الحركة هذه لما قتل قصي وعدي أقامت مجلس العزاء عليهما، لما أعدم صدام حسين أقامت مجلس عزاء، لما قتل الزرقاوي أقامت مجلس عزاء وسمته شهيدا. فالحركة يعني لا شك في أنها حركة ناصبية. أفعالها أيضا أفعال لا يقرها الشرع. الشرع الإسلامي يمنع القتل العشوائي، تطلق صاروخ على الصهاينة، أي نعم هم أعداء صهاينة لا شك، لكن يسقط الصاروخ على طفل يهودي على امرأة يهودية لا ذنب لها، هذا لا يقره الشرع. رسول الله صلى الله عليه وآله مع ألد أعدائه ما كان يتعامل هكذا، بل يقتصر على قتل فقط من يستحق القتل من المجرمين الكبار، المجرمين الكبار. فهذه المظاهرات الآن لما تقام تفهم في العالم على أنه نوع من التأييد المطلق لحركة حماس ولما يجري في غزة. لا، مو صحيح. إذا أردنا أن نقوم بمظاهرة فيجب أولا أن تنظم في معزل عن هذه المظاهرات، يعني ما يكون هنالك نوع من الخلط مع هذه المظاهرات القائمة، وتكون مظاهرة باسم شيعة أهل البيت عليهم السلام، وفقط تستنكر المجازر الصهيونية، وفي نفس الوقت تقرن معها استنكارا للأفعال التي ارتكبتها هذه الحركة الإرهابية الظالمة، وتوجه رسالة لأهل غزة أنه إذا أردتم أن تعيشوا بعدل وسلام وأمان وطمأنينة يجب عليكم أن ترجعوا إلى أهل البيت عليهم السلام. وأنا هذا فعلته الحقيقة، يعني أتكلم عن نفسي في خطاب شهر محرم لهذه السنة اللي الإخوة اللي بعضكم يمكن شافوا، فقلنا بأنه يعني وجهنا هكذا رسالة أنه في الوقت الذي نستنكر هذه المجازر لكن نوجه رسالة لهؤلاء أنه سبب مذلتكم هو بعدكم وانحرافكم عن أهل البيت عليهم السلام، وعدم مبايعتكم إلى هذه اللحظة لأهل البيت، وعنادكم لهذه اللحظة لمسألة ولاية أهل البيت. من يتولى أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل ينزل عليه النصر لا شك. لو كنتم تتولون أهل البيت عليهم السلام لما حكمكم هؤلاء الزعماء العرب الذين الآن كلكم تلعنونهم وتسبونهم وتشتمونهم، لأنهم هم السبب في هذه المأساة. هو أنت لو تدرك الأمر، حقيقة الأمر أنه من السبب الآن في هذه المأساة في غزة؟ هم النظام السعودي والنظام المصري، حسني مبارك وآل سعود هم السبب، هم الذين أوعزوا، ولا أقول فقط شجعوا، أوعزوا لما يسمى بدولة إسرائيل لأن تقوم بهذه الحملة العسكرية، لأنهم يريدون الخلاص من حماس لتصفية حسابات بينهم وبين المعسكر الإيراني، لأنه حماس محسوبة على إيران ومدعومة من قبل إيران،
فهؤلاء يريدون الخلاص من هذا المعسكر. حماس تحكم غزة وفتح تحكم، هذا محمود عباس وعصابته يحكمون ماذا؟ الضفة الغربية. فتنافس شديد وما عارفين شلون يخلصون من حماس، فأعطوا الضوء الأخضر للإسرائيليين أو للصهاينة حتى يصفون حماس. وإمعانا في الظلم والوحشية أغلقوا المعابر، معبر رفح، سامع معبر رفح اللي هذا مناقض للشرائع السماوية، مناقض حتى لقوانين وأعراف الإنسانية. كل حرب تقوم في العالم لابد أنه تفتح الحدود للاجئين حتى يخرجون. هم إسرائيل مع حماس خلي يصفون يعني حساباتهم على أرض غزة مو مشكلة، أما الأبرياء المواطنين العاديين يعني مو العسكريين، النساء الأطفال من حقهم شرعا عرفا كقانون دولي أنه كحقوق إنسان أنه يخرجون إلى خارج منطقة ساحات القتال. فلا بد أن يفتح هذا المعبر، معبر رفح، لا بد أن حسني مبارك هذا الطاغوت يفتح معبر رفح ويترك الناس يخرجون بالخارج. يقول لا أنا ما أريد أفتح المعبر حتى لا تدخل أسلحة إلى داخل غزة، لا تخلي أحد يطب بس خلي الناس يطلعون، خلي الناس تخلص من هذا الدمار اللي صاير، خلي تعيش. فإمعانا في الظلم، إمعانا في الوحشية مغلق المعبر. هذا شو تسمي غير وحشية وظلم؟ الآن هذول المصريين لو يفكرون في الأمر أنه كيف يقبلون على أنفسهم حاكما مثل هذا، هذا بسبب بعدهم عن أهل البيت عليهم السلام. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن ذكر الله يعني يعرض عن الالتزام بأوامر الله تبارك وتعالى، فهنا الله يعيش يجعله يعيش عيشة ضنكا، يعني عيشة كلها ذل ومصائب واضطهاد وظلم، كما في الروايات أنه هذه الآية مؤولة بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام. يعني ومن أعرض عن ذكري، يعني ومن أعرض عن ولاية علي عليه السلام، فيعيش هذه العيش. إحنا الشيعة لا، ما نقبل نعيش هكذا تحت حكم هؤلاء الطغاة.